رجل يطلق النار من مسدس وسط مدينة أوكلاند بنيوزيلندا ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح من بينهم ضباط شرطة. هذا الصباح وفي تمام الساعة 7:23 اتصل أحد الشهود بالشرطة للإبلاغ عن رجل أطلق النار من مسدس في وسط أوكلاند على مبنى في شارع كوين ستريت السفلي. وقامت الشرطة بتطويق عدة شوارع تؤدي لموقع إطلاق النار، كما ألغت جميع خدمات العبارات المتجهة للمدينة مع تحويل مسار عدد من الحافلات. وقالت الشرطة إنها تمكنت من تحييد التهديد، مشيرة إلى أن الهجوم لا ينظر إليه كونه عملا إرهابيا. لم نتعرف رسميا على الجاني، ولكننا نعتقد أنه يبلغ من العمر 24 عاما. لقد كان موجودا في ورشة للبناء، ونعتقد أن سبب وجوده هناك مرتبط بهذا العمل. ويعتبر العنف المرتبط بالأسلحة نادر الحدوث في نيوزيلندا التي شددت قوانينها الخاصة بالأسلحة النارية بعد أن قتل مسلح 51 من المصلين المسلمين في كرايست تشيرش عام 2019 في أسوأ حادث إطلاق نار في البلاد.